يفشل عن طريق جونشان كاستيليتو. الرسمي اكتبع لصربيا كورة ما ندخل كاميرون السيء والتعادل عن طريق بافلوفيتش. بافلوفيتش المنطقة للصربيا عطل كورة في الشباك الكاميرون كورة العودة كورة التعادل الجديد كورة خطيرة كوفيتش المدر كورة خطيرة سيرشي 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 هذا هو الأمير هذا هو الجراندي هذا هو الصربي السجل الثاني صعب للباسي على نغمة الديبا الصربي الثالث الصربي الصربي الثالث ماذا فعلتم بالوصول ميتروفيتش الفريق الصربي يتلاعب بالدفاع الكاميروني أرى أن السيناريو سالينكو سيتكرر هذا الخطيب بوباكار بوباكار الرابرايا بوباكار السجل ولكن في تسلل بوباكار ولكن الصاعد يرفع الرايه الهدف يحسب يحتسب الهدف الهدف هنا عن كوستيتش خمس اهداف بوباكار بوباكار هيا شابو موتيك شابو موتيك في مدريد كره خطيره وفيها جول 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 البلاكستارز يفعلها غانا تسجل عن طريق ساليسو المدافع نعم جوردانا براس الجول براس الجول الضربة الثانية للغانيين الضربة الثانية للبلاك ستارز عن طريق محمد قدوس قلت لكم مشاهدينا الكرام غانا ستلعب على التراث العالي هم يملكوا العرضية براس جول عرضية براس جول تشوكويسون يعيد كوريا في المباراة تشوكويسون يقلي وصلت بعد ذلك بعرضية في القائمة الثانية جول خيالي 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 فعل الشمشون الكوري بنفس الطريقة يا نوم السيناريو يا نوم السيناريو هذه اللحظات عملية المرور العرضية بعد ذلك ينتظر من صاحبي صنع عرضية جول هو جول هو جول هو جول هو جول هو جول محمد قدوس محمد قدوس لم تخيل المنتخب البرازيلي وهذه كورة جول 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 كورة جول كورة جول القبلة يا تشيتشي كورة جول ملوك الكورة يا سادة بالسلطنة كالعادة فرحة روبرتو كارلوس رونالدو وإيفان جيريسا كافو برونو هل يسجل برونو يعبو العالية ومن يسجل ومن يسجل هو كريستيانو رونالدو الدون كريستيانو رونالدو برونو برونو التمريرات وصناعة الفرص وضربة رأسية من مين من الدون كريستيانو رونالدو يملك دائما الجديد يملك الحافز